سلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. شايفين كل الجمال ده واكتر؟ سيده كده عندها حمام ولا في الخيال، حمام ملوكي كده زي ما بيقولوا. هتشوفوا الفيديو بتاع النهارده، فيديو حلو جدا جدا لسيده انيقه كده وجميله كده في نفسها وسر تفوقها واطلالها الجميل. كل ده هتشوفوه في الفيديو، وهتشوفوا احسن من كده كمان في الفيديو. بس كملي الفيديو للاخر يا غاليه، وحطوا لي لايكات كتيره. لو انت اول مره بتشوفي القناه عندي، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد مني. عايزاكم بقى، بصي يا غاليه، حطوا لايكات كتير على قد ما تقدري. انا بفكرك اهو باللايك عشان كتير منكم جدا بينسى اللايك والفيديو مش بيتشاف، وبالتالي ببقى في عندي كسل كده ان انا انزل لكم فيديوهات حلوه. فحطوا لي لايكات كتيره، وطبعا بفرح والله بالكومنتات بتاعتكم. كل حد بيحط لي كومنت بشوفه وبقراه وبكلمكم كمان، وبشكركم من كل قلبي على كل حد راح اشترك كمان في القناه بتاعتي، قناه عالم الملكات. هسيبها لكم تحت في اول تعليق مثبت عشان بوريكم يومياتي اللي بنزلها في بيتي برضو، وبشارككم زي ما انا بشارككم السيدات دي، انا كمان بشارككم افكاري، واللي عنده فكره وعنده حاجه بيفيدني بيها وبيقولها لي. اول حاجه كده زي ما انتم شفتوا، ده الغرفة بتاعت النوم بتاعت السيدة الجميلة اللي معانا. السيدة اللي معانا النهاردة هي مش سيدة أجنبية ولا حاجة، ولكن بصوا هي عندها كده يعني بتحب التألق، بتحب النظام، بتحب ان هي تكون يعني حد منظم زي ما انتوا شايفين. بتحب الألوانات على فكرة، بتحب اللون الأحمر جدا جدا. وكمان عندها الحمام بتاعها زي ما قلتلكوا كده، فيه كده حاجات جميلة. حاجة تانية كمان، هتحصل كارثة كبيرة هتشوفوها في الفيديو. كمل الفيديو بس، هتشوفوا حاجة بجد عايزة اقول لكم عليها. انا شخصيا خفت منها جدا جدا جدا، مش عايزاكم تقعوا فيها. كملوا الفيديو بجد، هتشوفوا حاجة في الفيديو بجد والله العظيم مش عايزاكم تغلطوا فيها. انا شخصيا خفت منها، بس كملوا الفيديو وانتوا تعرفوا ايه اللي هيحصل في الفيديو ان شاء الله. طبعا هي كانت بتوريكم تنظيمها وترتيبها لدولابها بيكون عامل ازاي، تنظيمها لاوضتها عامل ازاي، ما شاء الله عليها. هي سيده جميله جدا جدا، وتنظيم السرير بتاعها ده نظامه او ده الافكار اللي هي بتحطها على السرير، هي بسيطه جدا، او تنظيمها للسرير بتاعها بسيط جدا. ولكن بقى بتحب جدا جدا تهتم بالاكسسوارات اللي بتكون حطها في غرفة النوم عندها. وغرفة النوم عندها زي ما انتوا شفتوا بسيطة جدا، لا فيها بقى حاجات بالجولد ولا الكلام ده. هنا بقى بره في الريسبشن عندها كانت جايبة شوية حاجات، او جايبة ديكورات، اللي هي الديكورات اللي هي بتبقى باللون الابيض، هما بيحبوها جدا الديكورات دي، وبيفضلوا الديكورات دي غير طبعا الالوانات اللي هي نازله دلوقتي الجولد والحاجات دي. فزي ما انتم شايفين ده تنظيمها للريسبشن عندها. عايزه اذكرك يا غاليه، لو وصلت لحدات هنا من الفيديو ما تنسوش تحطوا لايكات للفيديو وكمان كومنتاتكم الجميله اللي بتفرحني. بصوا بقى هنا الاباجوره، حبت ان هي تحط الاباجوره كده بشكل كده مختلف عن اي حاجه او عن اي اباجوره احنا بنشوفها، بحيث ان يكون الشكل شكلها حلو، يعني عامله زي نظام شمسيه كده، اخده ايه، اخده إيه؟ علبان شويه كده. اكيد انتوا شفتوا هي عملت ايه. ناس كتيره او مش ناس كتيره طبعا، يعني ممكن كومنت او اتنين جالي من فترة كده عدت، فبيقولوا لي حطي احسن، بلاش رغيك اللي انت بترغيه ده، وحطي موسيقى على الفيديو. بصوا يا جماعة اقول لكم على حاجة، طبعا بشكرك من كل قلبي اللي بتقول بلاش رغي دوا، يعني بصوا هو بتبقى ازواق، وانا ما بزعلش من الحاجات دي والله. ولكن والله ما ينفع ان انا احط موسيقى، لان غلط اصلا ان انا احط موسيقى، بتبقى غلط عندي على القناة، واليوتيوب مش بيرضى ان انا احط موسيقى، فهماني؟ فانا لازم ان انا اتكلم في الفيديو عشان ما يبقاش حاجة غلط ليا. اكيد انت مش هتتمنالي يكون في حاجة غلط ليا، فاهمين قصدي ايه؟ عايزة بقى انت تكتيم الصوت، ممكن تقطي الصوت من عندك خالص وتتفرجي على الفيديو من غير صوت خالص. بس كده، فكنت عايزة اقول الكلمتين دول علشان بس ايه الكومنت ده. هنا بقى شفتوا الحمام بتاعها، حمام ملوكي، يعني بصوا حاجة كده اخر جمال، اخر اناقة، اخر شياكة، حاجة كده ما شاء الله عليها تحفة. هو بقى الحمام الوحيد هو اللي عندها باللون الجولد او الابيض في الجولد،
وحتى كمان الشغل اللي فيه تحس ان هو الشغل القديم اللي هو الشغل بتاع اللي فيه القايمة، بس حلو جدا جدا. يعني هو ايه، كلاسيك، حلو جدا جدا. والحاجات اللي هي حطاها فيه او الديكورات اللي هي حطاها فيه حلوة جدا. طبعا ده المقطع اللي انا جبته لكم في اول الفيديو، بس هو هنا كامل بقى، او ده تنظيم تاني من تنظيمها في الحمام او التويلت بتاعها. افكارهم حلوة جدا جدا، بيعجبني افكارهم. انا شخصيا اتعلمت منهم حاجات كتيرة وتعلمت منهم افكار رائعة. بفرح جدا لما حد بيجي يكتب لي كومنت ويقول لي احنا اتعلمنا كتير واخدنا افكار كتيرة من الفيديوهات دي وبدأنا نطبق عندنا. وناس كتيرة قوي كتبوا لي ان احنا بنكون عندنا حالة اكتئاب كده، مش عايزين نغير، مش عايزين نحط حاجة. الفيديوهات الجميلة اللي انت بتجيبها لنا دي رودي يعني خلتنا ان احنا نقدر ان احنا نغير من بيتنا شوية، ولو بحاجات بسيطة. اخدت بالكم بقى كمان من العلبة اللي هي حطتها على ماسورة الغاز دي، بتعمل كوفي كورنر، يعني شكله حلو جدا، ودارت الماسورة بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بجد عجبني جدا الفكرة، عجبتني. وده كان او بصوا، هو مش كوفي كورنر ولا حاجة، هو يعتبر المكان بتاع الزيت والخل وكده. هنا بقى ده بتاع الكوفي، وكانت بتحط العلقة اللي هي بتاعت ايكيا اللي مشهورة يعني. بصراحة انا حاولت اقلدها عندي في المطبخ، لو روحوا كده على القناة التانية هتلاقوني عملت شوية تجديدات في المطبخ عندي برضو، وغيرته شوية لمطبخ مودرن حبة، وعملت برضو نفس الماسورة دي. هنا بقى بصوا، هو المطبخ بتاعها تحسوا ان هو، بصوا بصوا هو غريب شوية، غريب يعني مثلث كده في حتة طلع في حتة مش عارفة. بصوا هو المطبخ بتاعها ما شاء الله عليه شياكة، حلو جدا جدا. برضو هو بيجمع ما بين الأبيض والأسود، مش حاطة ألوانات تانية يعني فيه. وده المكان بتاع مفروض الكوفي، طبعا حاطة من فوق الفناجين كلها، كانت بتوريكم الفناجين وكل حاجة استخدامها للقهوة والمشروبات. هنا بقى زي ما انتوا شايفين دي الترابيزه بتاعتها، وقدام المطبخ على طول طبعا البلكونه وفيها الترابيزه. شوفوا بقى ما شاء الله كيكه تفتح النفس كده. بصراحه احنا في رمضان مش بنعمل كيكه، وممكن الحلويات العاديه اللي هو طبعا الحلويات اللي احنا كلنا عارفينها، ولكن الكيك بنبقى مستبعدين عنه شويه. بس بصراحه فتحت نفسي، اللي اتفتح نفسه على الكيك يكتب لي تحت في الكومنتات، وقومي يلا يا غاليه اعملي لي كده كيكتين لاولادك وليكي كده عشان تفرحي نفسك. هنا بقى طبعا التمر والبلح اللي معروف عليه، بجد حلو جدا. طبعا هي بتحط في منها بزبدة الفول السوداني، وفي منها بالشوكولاتة، وطبعا المكسرات بقى، وبشرة كمان مكسرات، والحاجات اللي هي الجميلة، اليميش بتاع رمضان والحاجات الخطيرة دي. وبجد بصوا البلحة من دي بس بتبقى فيها قيمة غذائية عالية جدا جدا، وبتبقى طعمها تحفة. انا بصراحة عملت لولادي من يومين منها، وكانت تحفة تحفة، وكانت طعمها جميل. اللي ما جربهاش بجد يجربها. طبعا انت بتحطيش فيها مكسرات كتيرة، هي حاجات بسيطة، وبراحتك بقى عايزة تحطي فيها طبعا اللي هو الاخضر ده، طبعا ده فستق مجروش، والتاني الابيض ده جوز الهند، فبراحتك بقى. ممكن لو مفيش عندك الفستق ممكن تعمليها بالجوز، وكم قطعة كده من المكسرات. مفيش عندك زبدة الفلوس السوداني، ممكن بالنوتيلا عادي او باي شوكولاتة موجودة عندك تسيحيها وتعمليها كده. والتمر اكيد موجود عندنا، فجربوها، جربوها للولاد حتى عشان لو هما مش بيحبوا التمر وكده. في ولاد كتير يعني، انا من ضمن ولادي مش بيحبوا التمر، يعني بياكلوا التمر ده اللي هو كل فين وفين، اصلا بيحبوش اصلا خالص، يعني باكله لهم بالعافيه مع ان فيه قيمه غذائيه عاليه جدا. فشوفوا بقى لما تعملوا لهم بوله زي كده، شفتوا بقى الكارثه. هنيجي بقى للكارثه، بجد مش عارفه ازاي الكارثه دي حصلت كده. شايفين الغساله يا جماعه بتطلع صابون ازاي من المكان مفروض اللي هو الدرج بتاع المسحوق ده؟ اكبر كارثه واكبر غلط. اوعوا يا جماعه تحطوا مسحوق كتير في الغساله، لان
تأدي للي انتوا شايفينه ده. بصراحة بصراحة انا يعني لما شفت كده بجد خفت من المنظر. لا بجد بجد خدوا بالكم من حاجات زي كده. طبعا ده يؤدي لايه؟ للمسحوق الكتير. شوفوا اصلا الحلة من جوه مليانة مسحوق، فطبعا من كتر المسحوق خرج من هنا من الدرج. فغلط يا جماعة، خدوا بالكم لا قدر الله يحصل اي حاجة. ربنا يا رب يبعد عننا اي حاجة وعنكم يا رب، اللهم امين يا رب. هنا بقى السيدة اللي معينا كانت بتعمل كده أكلة بسيطة، وحبيت برضو ان انا اشارك لكم الأكلة بتاعتها. كانت بتعمل هنا بصراحة هو ده بطاطس مهروسة وكمان عجينة، هتعملها كده زي نظام رول، بس مش عارفة بصراحة هي حطت ايه، او هي مكانتش قايلة حطت ايه مع البطاطس. اللي يعرف او اللي جربها قبل كده يقول لي، وانا حبيت ان انا اضيف لكم يعني الاكله بتاعتها هنا علشان خاطر تقولوا لي. هنا بقى عملت اللي هو الصوص البشاميل او الصوص الابيض علشان خاطر كده تديها كده زي نظام نكهه من فوق، وفي نفس الوقت لما تدخلها الفرن عشان تتسوى تديها لون حلو كده زي ما انتوا شايفين. قولوا لي بقى عليها هي حطت ايه مع البطاطس، لان بجد هي عجبتني. وطبعا معروف عن العجينه اقدر يعني نقدر نعمل عجينه حتى العشر دقائق اللي هي بسرعه، وفي نفس الوقت هتطلع لنا الحلاوه اللي احنا شفناها دي. بس كده حبايبي، ده كانت السيده معانا النهارده. يا رب يكون السيده عجبتكم، يكون الفيديو كان مختلف شويه عن بقيه الفيديوهات اللي احنا بننزلها كل يوم، ويا رب تكونوا استمتعتوا. ولو انت وصلت هنا يا غاليه ولسه ما حطيتيش لايك حط اللايك، واشوفكم الفيديو الجاي، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، وشايفوا المكان الجميل يا رب كده، يا رب يرزقنا يا رب راحه البال والهنا والسعاده كلكم يا رب، اللهم امين، وتحققوا كل امنياتكم وتروحوا في اماكن زي كده واحسن كمان. اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه.